السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو اليوم ان شاء الله فيديو جديد اللي غنبارطاجي معاكم فيه واحد الحشوه اللي تقدروا ديروا بها بريوات سيجار اللي بغيتوا. انا هاد الحشوه هادي نوعت بها، درت بها بريوات وسيجار، حشوه اللي اقتصاديه وماشي مكلفه بزاف. ما غنقول لك اختي لا جيبي كروفيت لا كالامار لا حتى شي حاجه، هاد الحشوه والله حتى كتجي لذيذه زوينه بزاف وفي نفس الوقت ما كتكلفكش بزاف. انا غنبارطاجي معاك شنو غادي تحتاجي فيه وكاع المقادير اللي غادي ديري ان شاء الله. دونك غادي تحتاجي خضره اللي غديري فيها بصله، غديري كورجات محكوكه وغديري خيزو، وعندي هنايا صدر ديال لادند. بالنسبه للعطريه غادي تحتاجي زيت نباتيه، غتحتاجي الربيع، وغادي تحتاجي الثومه. انا عندي ديك الربيع فيه الثومه دونك ما كتشوفوهاش هنايا. التحميره، البزار، قزبر مطحون، الملحه وسكنجبير، هادشي اللي كنحتاجو في العطريه. بنات هاد الغوسيط والله حتى كتجي بنينه، غير جربوها. عرفتي داك الميلونج ديال الخضره مع داك لادند راه زوينه. هذاك لادند راه ديجا انا دايره فيه العطريه، ما قلتش لكم العطريه اللي درت في لادند حيت ديجا بارطاجيتها معكم في واحد لا فيديو. راه البنات اللي ما شافوش لا فيديو تقدروا ترجعوا لي فيديو اللي بارطاجيت معكم استعدادات ديال رمضان، راه اون ديتاي شرحت لكم شنو العطريه اللي درت فيها. دونك غادي نبدا معكم هاد لا فيديو ان شاء الله، وغنبارطاجي معكم الحشوه، التحضير ديالها، الطريقه ديال البريوات اللي كندير، كلشي. ايوا البنات ما تنساوش، البنات اللي مازال ما داروا ليا ابوني يشاركوا معايا القناه باش ان شاء الله تشوفوا كاع لي فيديو اللي جايين، وفي نفس الوقت دعموني حتى انايا باش تشجعوني انا نزيد نبارطاجي معكم دي غوسيط وحدين اخرين. نخليكم على فيديو. دونك كيف ما شفتوها البنات، انا درت هذاك الخضره كامله وزدت عليها العطريه، درت الزيت، درت كاع داكشي اللي وريتكم، وشعلت عليها البوطه، خليتها واحد شويه بدات كتشحر، ومن بعد زدت عليها لادند. غنخلي هنايا حتى يطيب لي داك الحشوه كامله مع بعضياتهم. بالنسبه للبصله وخيزو راه كيطلقوا الماء بزاف، ردوا البال، ما تخليوش فيها الماء باش ما تقبش لكم الورقه ديالكم، حتى تنشف مزيان، تبقى طيب حتى تنشف من الماء. صافي، من بعد مني كتنشف الحشوه البنات غادي ندير الفيرميسيل. فيرميسيل انا خديت هنايا باكيه كبيره، كنزيد عليها المغليان وكنخليها حتى كتطلق مزيان. صافي، من بعد مني كتطلق لي هاد الفيرميسيل مزيان كنصفيها، كنخليها كتسقطر من داك المويه اللي كانت فيها. صافي، وكنبدا نقطع فيها. انا هنايا قطعتها بالمقص، اللي بغيتو تقطعوها بالمقص ولا بغيتو تحطوها هكا فوق الكراده وتقطعوها بالموس، اللي ما عندكش هاد المقص ديال الكوزينه تقدروا ديروها. صافي، من بعد ما كتكون طابت الحشوه والفيرميسيل واجده كنخلط هذاك الشيء كامل مع بعضياتهم مزيان. صافي، وكنخليهم دوكو حتى كيبردوا. ضروري يا البنات الحشوه تكون بارده. عندكم تبداو تعمروا البريوات ولا السيجار وبالحشوه سخونه راه فريمون غتقطع لكم الورقه وغادي تمحنكم ديال بصح. صافي، من بعد ما غادي تبرد ليا الحشوه هنايا غادي نبدا نصايب في السيجار. اول حاجه غادي نبدا بها هي لي سيجار، غادي نديرهم شويه كبارين. انا بالنسبه ليا كيعجبني ندير لي سيجار كبارين، والبريوات كيعجبوني يكونوا صغيورين. كيجوني زويونين صغيورين البريوات، ماشي كاع صغار بزاف، والسيجار انا كنديرو كبير. بالنسبه لكم نتوما فانتوما حرين ديروا اللي بغيتوا. الا بغيتوا ديروا هادشي كامل سيغار ولا بغيتوا ديروا كامل حشوه، ليدي انني كنبارطاجي معكم انا الحشوه اللي درت. صافي، كنبقى غاده بهذه الطريقه. انا قسمت الورقه تقريبا على جوج، النص ديالها درت به السيغار والنص ديالها درت به البريوات. راه هاد الكونتيتي ديال الحشوه راه كتلوح. انا عندي هنا الورقه الصغيره خديت كيلو، وبالنسبه للحشوه راه درت فيها 4 ديال الخيزوات و4 ديال لي كورجيت وجوج ديال البصلات وداك الفيرميسيل الكبيره كيف ما كتشوفوا. فهاد الكيلو شاط ليا منه واحد شويه ماشي بزاف، دونك راه لاحت ليا واحد الكونتيتي اللي زمان اللي مزيانه اللي غضرب لكم واحد المده اللي طويله. صافي، غنبقى غاده البنات بهذه الطريقه حتى نعمر لينام ونعمر البريوات، وديك الساعه نرجع معاكم. Thank you.
وهنا كيف ما شفتوا هذوك لي سيغار انا سرحتهم في هذا البلاطو هذا، راه ديجا كنت فرشت ليه الفيلم اليمونتير وعاد عاوتاني فوق منه الفيلم اليمونتير ونبدا نسرح عليه البريوات. علاش انا درت بحال هكا؟ حيت غندخلهم للفريغو، حيت قبل ما كنديرهم في لي بلاستيك اللي غيبقاو ليا في الفريغو كندخلهم كيشدوا في راسهم شويه عاد كنديرهم في البلاستيك. عرفتوا علاش البنات؟ حيت فاش كديروهم بحال هكا يا باقين ما جامدينش كديروهم في البلاستيك يقدروا يلصقوا شويه على بعضياتهم. فاش انت كتبغي تجبدي داك البلاستيك باغ اكزومبل، دابا داك البلاستيك مثلا فيها 20 بياس وانت بغيتي غير واحد ربعه ولا خمسه تجبديو، ما عطاش كاكزومبل، كيكونوا لاصقين مع بعضياتهم سكيفي كضطري باش تجبدي كلشي. وديجا الا خليتي البريوات ولا انا بالنسبه لي حيت كنديرهم في الفران الا خليتيهم حتى ديكونجلاو عاد طيبتيهم ما كيجيوش زوينين. فالناس اللي كيديروا في الفران من الاحسن تجبدي من الفريغو يكون داك الشيء باقي جامد ودخليه للفران، تشعلي عليه الفران. حتى في القليان صراحه فاش كنبغي نقلي، واخا انا جو بريفير الفران، فاش كنبغي نقلي راه كنقليهم جامدين. دونك كندير هاد الطريقه هادي، كنسرح الفيلم اليمونتير، كندير عليه البريوات وكندير عليه حتى السيكار وكندخلهم للفريغو. دابا هاد البلاطو هذا ديال البريوات والسيكار فاش غنسالي منه غندخلو للفريغو، غادي يشدوا في راسهم واحد شويه عاد غنديرهم في لي بلاستيك اللي غيبقاو فيهم. هذاك الساعات كل مره كنبقى نجبد داك الكونتيتي اللي انا كنحتاجها. وهنا صافي كنكون كملت البريوات والسيكار، صافي غادي نديرهم في الفريغو كيف ما قلت لكم، غادي نشدو في راسهم واحد شويه واحد 3 سوايع بحال هكاك ونخرجهم. هنا البنات من بعد ما درتهم في الفريغو شدوا في راسهم، خليتهم واحد ساعتين د الماكينة هكاك، راهم ما جامدينش ولكن راهم باردين مزيان، صافي ما غيبقاوش يتلصقوا هنايا. صافي هنايا غادي نديرهم في لي بلاستيك كما كتشوفوا، وحده درت فيها البريوات والثانيه غندير فيها السيكار. وهنايا كنكون وصلنا للاخر ديال لا فيديو البنات، ساليت معكم لا غوسات ديال اليوم، نتمنى تكون عجبتكم الحشوه اللي بارطاجيت معكم وشكرا على المشاهده.